والناس باقي لحد الآن مهملين تحت القيطن ميكا. تعطات الإحصاء السلطة المحلية شي استفدت شي ما استفدتش، المضرور ما مستفدش واللي ما مضروش استفد، وأكثرهم لأن كاينين الناس عندهم انهيار كلي وما استفدوش، وفي نفس الوقت كاينين الناس اللي ما عندهم حتى ضرر واستفدوا. هذا هو المشكل العويص. سولتني على شنو تحقق، باقي ما تحقق حتى شي حاجه. كاينين الناس استفدوا وهما اللي طاحوا في المشكل، دوك الناس اللي استفدوا لان ما كملش لهم الدعم ديالهم وهما اللي طاحوا في المشكل، لان مده سنه هذه وهما عطاوهم 21000 درهم وهما ساكنين في قيطون وكلاوها، لحد الان هما اللي طاحوا في المشكل اكثر من الناس اللي باقي ما استفدوش. هذا هو المشكل العويص. الخطاب ديال سيدنا جاء من بعد الزلزال ان كل متضرر عنده 140000 درهم، الناس اللي عندهم الانهيار الكلي، و8 المليون 80000 درهم الناس اللي عندهم الانهيار الجزئي، ما كاين منه حتى شي حاجه. اولا 140000 درهم ما بقاتش نهائيا، ما بقاتش، ولات 80000 درهم وما توصلوش بها الناس، توصلوا ب 20000 درهم. لحد الان ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي واحد استفاد وبنى، الناس باقين في الخيام لحد الان. هذا هو المشكل العويص، لان الناس دابا سنه وهما كيتسناو، وبعد المشاكل الاخرى كاين اللي ما استفادش على اساس ما مقيمش، عنده الدار ديالو تما ودايرين لهم بما انهما نتوما ما مقيمينش، في عوض ان اقليم تالودان كلشي الناس راه كيهاجروا كيخدموا في المدن، كاينين في المدن وعندهم الديور ديالهم في المكان اللي مضروب الزلزال. النهار ضرب الزلزال قال لهم انتوما ما مقيمينش، ما فهمناش علاش، واكثرهم بغى فيتيهم هاد الناس هادو وعندهم الديور ديالهم ورابط وما ما كاين فاش كيمشي، وراه كتعرفوا بما انا نعطيكم غير دليل على اليامات ديال العيد، راه الدار البيضاء والرباط راه ما راه سدوا، ما بقات الطاكسيات ما بقاوش فيها، شكون الناس كلشي مشاو للديور ديالهم، مشاو تما وفين مشاو سكنوا مع الناس في القيطون، دوزوا العيد في القيطون لان الدار ديالو طاحت، وكيقولوا لهم بما انهما ما مقيمينش. واش هما ما فهمناش، واش هما من ماشي مغاربه؟ راه اقليم تالودان بكل 87 جماعه ولا الحوز، راه الناس كيشتغلوا هنا كيخدموا في الدار البيضاء وكيخدموا في الرباط، في حد الدار ديالو طايحه ودايروا لهم انت ما مقيمش ما تستافدش، وسيدنا عطى حق باش يستافد لان الدار ديالو انهارت كليا. هذا هو المشكل، ما كاين لا تبنى والو، ما كاينش، اش باقي ما استافدوش الناس باش يبنيو؟ لان بعض الناس كيقول اكثريه الوزيره ديال اعاده التراب الوطني، كنا كنتظروا تحضر في الجلسه مع البرلمانيين وتجاوب التساؤلات ديالهم، تفاجئنا بجواب الخشين كتقول ان السكان كلهم استافدوا وخصهم يخرجوا ويكريو، وحنا ما كنتحملوش في الطقس، وكتزيد تكذب انها بنت المنطقه، وكتقول عينات مشات عينات الزلزال، وهي ما عمرها مشات وما كايناش كاع نهائيا، هذيك السيده ما عمر ما شفناها نهائيا، وكتقول لك انا بنت وكتقول لك بنت المنطقه، انا مشيت وعينت وشت الناس استافدوا خصهم يخرجوا يكريو، والناس كلهم على خير. دابا المشكل الزلزال ضرب في المنطقه يوم 8 شو تنبير 2023، بعد المعاينه المنطقه من طرفنا مرارا وتكرارا استنتجنا ان هناك اهمال واقصاء بكل انواعه للساكنه المتضرره الذين هما في حاله يرتى لها وفي حالة مزرية وغير إنسانية. لحد الآن هؤلاء المتضررين من الزلزال يسكنون في الخيام منذ سنة تقريبا، وهم في العراء دون تدخل أي جهة مسؤولة على هذا الحدث، كما أقسوا
من التعويضات الذي خصص لهم جلالة الملك محمد السادس. كذلك الأوامر كل اللي أعطى سيدنا ما تنفذاتش كما يجب. والإحصاء كذلك، الإحصاء كذلك ما داش كما ينبغي، لأن كون تعمل الإحصاء كما ينبغي ما غاديش يكون هذا التماطل وهذا الإهمال وهذا التعثرات بتاتا. ضرب الزلزال سنة، فينا المخططات ديالهم اللي كانوا كيخططوا لها الزلزال إلى آخره، واستفدوا وجات أموال طائلة من جميع، من أوروبا، من أمريكا، من 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 الخارج، والناس باقي لحد الآن مهملين تحت القياطن ميكا. السكان تطالب بإعادة إحصاء، لأن كاينين الناس عندهم انهيار كلي وما استفدوش، وفي نفس الوقت كاينين الناس اللي ما عندهم حتى ضرر واستفدوا. هذا هو المشكل العويص. كتلقى واحد وكتلقى الناس عندهم جثث، خرجوا جثث، كاين الدار اللي ماتوا فيها 4 5 6 ولحد الان باقي ما استفدوش، واستفد واحد حداهم اللي ما عنده ضرر، واستفدوا الناس اللي بعد الناس استفدوا في اوروبا واستفدوا. وكيجيو الان كيقول دابا واحد استراتيجيه خداوها، انك انت ما مقيمش، بغاو يفيتي وعباد الله بغاو لان وكون كان وكون في الاول وكان عطاو لهذا الاحصاء للجمعيات بعض الدواوير، ما غاديش يخليو بعض المواطنين ينسبوا على اموال الدوله، ما غينصبوش عليها، لان الجمعيه 100% غتحط داكشي اللي كاين في الدوار ديالها. عطات الاحصاء السلطه المحليه، شي استفاد شي ما استفادش، المضرور ما مستفدش، واللي ما مضروش استفد، واكثرهم